في آية برضو جميلة جدا جدا جدا، أتحدى لو كان حد فاهم. أتحدى طبعا مش رجال الدين، أتحدى العرسان. إحنا العرسان المجتمع اللي بيتجوزوا دلوقتي كلهم بيكتبوا على تذكرة الفرح: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أنا أي فرح تعزم فيه تذكرة معايا مكتوب فيها الآية، صح، اروح واخد العريس والعروس على جنب كده اقول لهم: انتوا فاهمين الآية دي؟ لا طبعا طبعا، ربنا عمل مودة ورحمة، ويتكلم على انها فاكت آية، يعني آية يعني معجزة، آيات الله في الأرض يعني معجزاته في الأرض. عايزة تفهمي الآية دي؟ شوفي اللي بعدها. اتفضل. عايزة نفهم الآية دي كويس قوي، نشوف اللي بعدها. اتفضل. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. بصي اللي بعدها بقى: ومن آياته خلق السماوات والأرض. تخيلي خلق السماوات والأرض جت بعد اتنين يعيشوا سوا. إذا سيادتك عايش مع الحلوة دي مش بجمالها ولا بعربيتك ولا بفلوسك، انتوا عايشين بالمعجزه. اذا ربنا سحب المعجزه عليه العوض في الدنيا. طيب دكتور حسام بسطها لي الله يخليك، معلش سامحني انا تهت. المعجزه في ان انا اكمل في البيت ده ومع الراجل ده؟ يس طبعا. اصل في ناس فاكره ايه العريس ازاي تتطلق، ازاي تتطلق ده غني وحلو وطويل وبيلبس كويس كل ودكتور وكل حاجه وناجح، لكن صح. المعجزه اتسحبت من البيت. حضرتك مش عايشه لا بجمالك ولا بحلاوته، انت عايشه بمعجزه ربنا عملها. ان مين يقدر يعيش مع واحده 60 70 سنه ما يزهقش منها الا بمعجزه ربنا؟ مين؟ ده انا بيجي لي واحد في العياده برفع له القبعه، راجل سنه 80 سنه ومراته سنها 75 سنة ما شاء الله، مش جميلة ولا غنية، ناس غلابة جدا بيعبدها. حسبي حد طمني يا دكتور، اطلعي على السرير. والله وبعدين ابص له كده اقول هو ده المعجزة متحققة فيه. مش شرط تبقى واحدة حلوة ولا راجل غني خالص، المعجزة تحققت هيعيشوا. اتسحبت؟ لا ده انت بتشخري بالليل، باي باي. لا ده انت زودت، ده انت دمك تقيل، هتبتدي تشوف دمه تقيل. يا اخوانا احنا عايشين مع زوجتنا بالمعجزه. ومن اياته، اي من معجزاته، انه خلق لنا الستات نبقى موده ورحمه. الموده هي العلاقه الزوجيه، والرحمه بعد ما يكبروا. بصي اللي بعدها: ومن اياته خلق السماوات والارض. ربنا بيرص المعجزات بالترتيب كده في سوره الروم، سبع معجزات ورا بعض، حط اتنين يعيشوا سوا قبل خلق السماوات والارض. مش الناس تفهمها دي؟ يعني يا دكتور بتخرج فكره الاختيار وحسن الاختيار والتوفيق في الاختيار. بصي حضرتك الاختيار ده توفيق من الله. ونعم بالله. ممكن يكون واحد واضح انه كويس جدا جدا جدا. احنا عندنا اتنين في القران حلوين جدا: الذكر والرجل، فرق شتان. الانثى عكسها الذكر، يهب لمن شاء الاناث ويهب شاء الذكور، يبقى ده عكس دي. انما الرجل ده صفه. مش هقول ايه انا اتقدم لبنتي راجل لما يكون راجل، طب ما انا بقول ست ب 100 راجل، صح، بقول واحده ست ب 100 راجل. الرجل مش جنس، الرجل صفه. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله، رجاله. انما الذكر كده، وحتى لو طلع مش جدع تمام، ما اتحرمش من فلوسه. للذكر مثل حظ الانثيين، ما قالش للرجل. فان كانوا رجالا كثيرا لانهم بيجمعوا، انما الذكر غير الرجل خالص. اتمنى ان اي حد من بناتنا يتقدم لها راجل مش ذكر.